ربياطة فريبيات. السلام عليكم جماعة، اليوم رح نهضروا على الجديد فيما يخص الأسعار في السوق الجزائرية اليوم. وهذا وش يعني؟ هذا رومومون سيجي نتاع اللايف، وين نتوما تمدوا لي رايكم وانا نمد لكم رايي، خاطرش ما عندناش حاجه متاكدين منها 100%، بصح كاين دي سوبوزيسيون اللي خلونا نعرفوا وين رايحه السوق الجزائريه في المستقبل ان شاء الله، يعني فيما يخص عالم السيارات والاسعار تاعو وكل شيء. دونك كيما فهمتوا في هذا الفيديو راح نتكلموا على هذا الشيء جلوبالمون، نشوفوا نسيو ندوفينيو وين رايحه الحاله وعلاش هاد التخفيضات في هذا الحين بدات. كل هذه المعلومات في هذا الفيديو، نبوجي با اتو تسويت. الور جماعه، قبل ما نبداو نهضروا على التخفيضات نهضروا على السيارات اللي دخلوا، اللي كنا درنا عليهم فيديوهات ومدينا اقتراحات تاع اسعار، كيما تاع لا برلين تاعهم اللي قلنا راح تبدا تقريبا لا اسكونت بين 190 و 210 وايفيكتيفمون بدات ب 209 ملايين، يعني راهي غرتم. هادو السيارات مازال ما بداوش يبيعوهم توت سويت، مانيش عارف انت وقتاش راك تشوف الفيديو هادي. دونك هذا الموضوع اللي خلانا ما نحطوش توت سويت لي فيديو تاع تويوتا وبقيه العلامات منتظره في الجزائر. على كل حال ندير لكم فيديو على الموضوع عن قريب ان شاء الله باش نقول لكم تقريبا وقتاش راهم جايين، يعني باش ما تتقلقوش، باسكو مازال ماشي كامل راهم فلافنت على البروسيسيوس، مازال كاين اللي راهم اون كور دو تريتمون، مازال الدوسي تاعهم il n'a pas abouti. دونك مازال ما عندهمش القرار النهائي باش يبداو يجيبوا السيارات ويبيعوهم، مازال ما داروش لي شوروم، مازال بزاف اشياء. دونك اسكو مليح نهضروا عليهم من درك باش الواحد يوجد روحه ويعرف اسكو يشري ولا يلق يستنى حتى ولو بعد الاشهر ولا لا لا، هذا كامل راح يخص فيديو اخر. دونك ما عليك غير تابوني ولا يهمك الموضوع تاع السيارات او العلامات خاصه الاسيويه اللي راهي جايه للجزائر، ماشي شينوازه، دونك جابونيز كوريان وكل شيء. فيما يخص الان التخفيضات جماعه، علاش في هذا الحين وش معناتها؟ اولا سا ديبون تا لاناليز تاعك، سا ديبون تا كيفاش تشوف الحوايج. كاين عده زوايا، عده وجهات النظر اللي تقدر تشوف منهم. كاين الاولى اللي تقدر بها تخمم في هامش الربح. دوك انت تعرف باللي كاين تخفيضات حتى ل 14 مليون في السياره، دونك على بالك باللي المصنع مام بهذوك 14 مليون كي نحيهم لك يبقى رابح. صحيح 14 مليون راهي في لو فورغون، ما راهيش في التيبو وما راهيش في الفيات 500. واش معناتها؟ معناتها هامش الربح راهو فوق 14، باش تكون عندك برك فكره بشحال فوق 14. اسكو خلاو لروحهم مليون ونحاو لك 14؟ اسكو مازال 14 واحد اخرى في هامش الربح؟ هذا اللي كل يوم انا يخليني نمد لكم انترفال، كيما السعر تاع السياره اس 50 اللي هضرنا عليها قلت لكم بين 190 و210. تخيل داروا ريدكسيون تاع 14 مليون زياده ولا نقصان في هامش الربح، حنا نبقاو لتم، نبقاو كومام جايبينها. دونك عندي 20 مليون نتاع واش نقولوا اون مارج ديرور مسموح فيها الخطا، نورمالمون راهي واحد 10% تاع خطا. صح يا جماعه؟ الور هذا اول شيء، يعني واش نقدروا نعرفوا؟ نقدروا ندوا بها نقطة إيجابية ولا تقدر تمد لنا أن إسبوار اللي يخلينا نعرفوا باللي سعر السيارة راهو رخيص وهامش الربح راهو كبير. واش معناتها؟ لو كان تكون كونكورونس منافسة كبيرة في البلاد ممكن ينقصوا. راك تشوف هاي مازال ماشي منافسة كبيرة ونقصين ب 14 مليون، وعلاش درك؟ لو كان أوموا على الترقيم كانت تكون يعني هاد لي ريدكسيون في آخر السنة ماشي في بداية السنة، باش يقولوا لك ولا حبيت تديها 2023 نحو لك 10 ملايين نحو لك 5 ملايين وما تديهاش 2024، يعني نمدوها لك بالك في جونفي بصح تديها بترقيم تاع العام اللي مقبل بالك. بصح دركا رانا في عام جديد، دونك هادي سي سور باللي حكايه شويه تنافس. دونك بداو الناس يدوروا لعلامات اخرى بعد ما كانت علامه واحده في السوق الجزائريه اللي شايده المونوبول. دونك بطبيعه الحال لازم لهم اون بوليتيك دو كوميرسياليزاسيون ولا ماركتينغ اللي يجبدوا بها الاشخاص، وهي نقصوا شويه في هامش الربح تاعنا ولا نديروا تخفيضات، ممكن مؤقتا ممكن يطولوا ويديروا هذا هو لا ريميز كما شفناها واحد الوقت في بيكانتو نظن 60 مليون نقصوا الناس 60 مليون في هامش الربح. بيان سور يقولوا لك باللي لي بياس وكاين اشياء داخلين في اللعب وكذا اللي خلونا نقصوا هذاك، مي المهم راهي تمشي الحاله. صح تخفيضات ماشي كيما كنا نستناوهم في تيبو 5 ملايين فيات 500 اكس 4 وقيله، المهم ما تلحقش حتى ل 8 ولا 12، مي على الاقل كاين تخفيضات. وقد ما تزيد المنافسه قد ما يزيدوا التخفيضات. دونك هنا شفنا باللي
واحد اللي يحوز سيارة يخدم بها تاكسي، يعني يكونوا 3 ركاب في الخلف فيها الصندوق الخلفي باش يحطوا فيهم الباجاج. بون نقولوا اقتصادية المحرك دركا راهو 1.5 تقريبا فيهم كامل، وبالك يقدر يدير لها الغاز يعني، ولا كان التنفس طبيعي. دونك يروح يا تيبو يلي يشبهوا التيبو، يعني لي برلين كيما هي، والاس 50 اللي تكلمنا عليها اللي جات ب 209، ولا واحد حاب يخدم عندك ضمان تاع 5 سنين صح. سناريان افوار بيناتهم يعني، وحده شينواز ولي زوبسيون ناقصين فيها، وفيها القيل والقال تاع بالك ستيد بالك محرك بالك كذا بالك منه، بصح ولا تخدم 5 سنين برك ومن بعد ترونطابيليزي باسكو هي وسيله العمل تاعك. ولا اب يحب يدي ولادو يحوسوا من نقطة ألف للنقطة با ويعاود يولي ماشي يحرط بها، دونك يمشي بها مانيش عارف انا 10,000 15,000 في العام ما عنده ما يخاف، يقول لك علاش لا لا. دونك ينقصوا لي دوموند على التيبو، حتى ولو مازال ما نقدرش نشريها درك نستنى، على تدخل على 3 موا على 6 موا نستنى، معليش مانيش مزروب بها، والشخص اللي مزروب حاجة واحدة أخرى. دونك هادو كامل يخلونا نغارديو اسبوار باللي بالك المنافسة تنقص في السعر، وبالك الصناعة تاع السيارات في الجزائر أيضا تنقص السعر، خاطرش لحد الآن مازال ما عندناش السعر تاع فيات 500 اللي راح تباع في الجزائر. النص ولا أغلب الجزائريين ماهيش عجبتهم السيارة، بالك النساء لي جون صغار هادو سي دي قوة، مي أون جينيرال هاد الفئات اللي تعجبهم باسكو صغيرة تاع لافيل كدا، النساء يحبوها صغيرة باش يقدروا يقاريو فاسيلمون، واحد نوفو بيرمي ما عندوش دراري، مي خاصة هاد الفئات يعني واحد اللي عنده عائلة كبيرة كدا ما تساعدوش السيارة. ولكن كي تولي هاد السيارة مثلا ب 120 مليون كيو كيو ما كاش ليش كاملها باللي صغيرة، علاش؟ باسكو السعر تاعها كان ينطبق على الحجم تاعها، ب 40 مليون عندك طوموبيل صغيرة عادي، بصح ماشي ب 300 مليون عندك طوموبيل قد كيو كيو، هذا المشكل. دونك ب 300 مليون راح نجيب تيبو نسحق لي تسع اكثر نسحق. دونك ولا يخدموها في الجزائر وتولي ب 100 مليون راح تدخل في لا ميم بيرسبكتيف اللي نتكلموا عليها، باللي تساهم عفوا سعر السيارات ينقص، تولي ارخص سياره في الجزائر تسوى 100 120 مليون افتراض برك، سي سور بلي ما راح تكون بهذا السعر باش نتفاهموا مثال. دونك الباقيه ولا حبيت تبيع السياره تاعك فرق تاع 50 مليون كاين بزاف اللي يدوها حتى ولو صغيره وما تساعدش في كامل النقاط، بصح عندها نقطه ايجابيه كبيره واللي هي السعر، حتى ولو صغيرة وما فيهاش الأبواب اللور والكفر تاعها صغير ومحرك هاجين 1.0 ضعيف وما نش عارف، بصح ولا السعر تاعها يساعدنا يا خويا الناس تنسى العلامات الأخرى. دونك هنا المشكل كامل وين راح يكون في هذه المعلومة اللي جاتنا، اسكو نستناو ونشوفوا تخفيضات أكثر من هادوما، ولا لا لا نشرو بالك تخفيضات هادو بعد ما نزيدوش نشوفوها كامل صديق، واش رايكم انتوما؟ دونك الخلاصه جماعه عندنا معلومتين هامتين، الاولى هو انه هامش الربح كبير، دونك ما نخافوش ما يهمش حقهم ولا ماشي حقهم، هذه ما عندناش كامل المعلومات باش نقدروا نحكموا، ما يخصناش يعني، احنا على بالنا برك باللي السيارات راهم غاليين شويه على القدره الشرائيه تاع نقولوا الدخل المتوسط تاع شخص جزائري، ولكن الهامش راهو كبير بما انه ينحو 14 مليون ومازال عندهم ربح، دونك حاجه مليحه لينا في المعرفه تاعنا. واش معناتها؟ نقدروا نروحوا لاسعار اقل، كي تعرف انت باللي يقول لك اوا شوف كيما كي تروح تشري حاجه مانيش عارف انا تريكو ولا صباط ولا يقول لك ما فيهش بري دو غرو 300 شريته ب 300 مليون 300,000 هي صباط ولا تريكو شريته ب 300,000 راني نبيعه لك ب 320,000 ما نقدرش نزيد نحي لك اكثر هذوك الفامي الله غالب قيس الربح تاعي. في هذه الحاله على بالك باللي دير واش دير، ما تقدرش تحبط تحت 305,000 350 دينار 50 دينار هذاك يبقى الربح تاعو، ما يقدرش يبيع لك ب 300 وهو شاريه ب 300 مستحيل، بصح كي تعرف باللي السعر تاع الشراء تاعو راهو اقل بشحال ما على بالناش، المهم على الاقل 14,000 قل عم نقصوا لنا 14 مليون ما نعرف ولا كتبعوا فيا. دونك ما تخافش تودي باللي السعر تاع السياره في الاصل او ناقص بزاف على اللي راهي تباع به، دونك بالك يقدر ينقص لنا اكثر، هذه النقطه الايجابيه الاولى راح ينقصوا لنا اكثر. هم بداو درك وما عندهم حتى ميزه اللي تخليهم ينقصوا، علاش هم ينقصوا؟ هنا تدخل النقطه الايجابيه الثانيه وهي المنافسه. صحيح ما ناش حابين لي فواتور شينواز بهذا البوا بهذا القوه اللي دخلوا بها، ولا تشوف طوموبيل في الطريق ما عباكش ميم با وشنو تقول شينواز وخلاص، وين تعرف بيناتهم انت الدانك فانغ وجاك وبيك بصح من جهه اخرى راه يدير المنافسه للسيارات اللي تعرفهم انت، ما تجي فولكس فاجن ما تجي رينو ما تجي بيجو،
لازم ياخذوا بعين الاعتبار هذا الشيء، لانه الناس نهار كانت الكيو كيو ب40 شراوها. دونك حتى ولو شينواز ولا السعر تاعها مقبول ومنطقي نروح ليها. وهذا الشيء خلي الاخرين يتسائلوا يقول لك واقيلا نحبطها من الشراوح. صح سيارتي مليحه بصح ماشي او بوينت سوا زوج تاع لي شينواز. دونك تيبو تسوى لي 400 والاس 50 تسوى لي 200. نجيب انا دو اس 50 ولا وحده تيبو؟ هنا يدخل تساؤل. دونك الاخر يتوسوس يقول لك صح تاعي شويه خير بصح ماشي او بوينت يجيب زوج شينواز، دونك نقص هاي نديروها 250. مازال نقطه مهمه جماعه اللي ما هدرت لكمش عليها من قبل وهي الوفره. درك هذيك لاطونت تاع 6 شهور كانت تلحق 4 شهور 6 شهور عند هاد العلامه بحد ذاتها، درك باين باللي نقصت او يقول لك هي متوفره السياره ونقص لك، معناتها تقدر تديها درك. وهذا ياثر على سوق سيارات المستعمله اللي كنا نقولوا داكور حتى ولو كاين جديد كاين اللي ما يحبش يستنى، نخلص شويه زياده ونديها درك خير من نستنى 6 شهور انا نسحقها درك. وهذاك المزروب يخلص شويه زياده يخلي السوق يبقى شويه عالي. دونك الناس تخرج من لا ميزون وتروح تبيع في السوق المستعمله بسعر اكثر، يقول لك انا استنيت 6 شهور باش ديتها وانت تديها في 60 دقيقه اوليو دو 6 شهور. دونك هذا الفرق يخلي السعر يكون نوعا ما مرتفع في السوق تاع سياره المستعمله بالنسبه للجديده. هنا نلاحظوا باللي كاين توفر كاين وفره، خلصت لهم لا ليست داتونت تاع الناس اللي حابه تشري، بالك ما خلصتش مي يدوها في شهر، يدوها في مانيش عارف شحال من يوم على حسب السياره، مي تقريبا في شهر. دونك السيارات متوفرين كاين ما في 20 يوم. هذه نقطه ايجابيه. دونك انت بين نجيبها بسعر اغلى ولا نستنى 20 يوم ونجيبها من لا ميزون بسعر اغلى دوزيام، يعني ماشي مستعمله شغل جديده برك يبيعها لي في السوق المستعمله اغلى من لا ميزون، ولا نجيبها ديريكتومون من لا ميزون ونستنى 20 جور والسعر يكون قل 20 جور صافا ماشي كيما 6 شهور. دونك هذه معلومه ثالثه اون اناليزا ممكن تكون خاطئه مي نورمالمون لوجيك يعني منطقيه. وهنا شكون المستفاد؟ هو الشعب الجزائري بطبيعه الحال. ان شاء الله يدخلوا علامات اللي راكو حابينهم واللي كامل رانا نستناوهم ويكونوا بسعر منخفض، باسكو ميم شينوا دون سو كالا يزيد يحبط. كي تدخل لك نتايا اون الموند مثلا، الموند يعني نعرفوا الجوده تاعهم بالنسبه للسيارات الصينيه، صحيح انه تحسنوا السيارات الصينيه حاليا بصح مازال ما عندناش لا بروف اون الجيري، ما مشاوش اسي باش نحكموا عليهم. كي تدخل لك اون الموند ب 300 يعني نفترضوا، لا شينواز ما تقدرش تباع بهذا السعر، يولي هو ايضا لازم ينقص في السعر تاعها. دونك واللي ما عندوش 300 عنده 200 يشري ب 200، ولا الموند كي طيح ب 200 باسكو كاين سيارات صغار المانيه ما عندهمش غير الجولف والبولو، كاين الاب عند الفورس فاجن مثلا. دونك الاب سياره صغيره مثلا نقولوا تكون ب 200، ما على بالناش معنا حتى فكره، فورس فاجن ما تكلمناش عليه كامل باللي راهو جاي ولا راهو حاط الدوسي ولا راهو في البروسيسوس، على بها خديناه كمثال باش برك تعرفوا باللي باش نوصلوا الرساله برك. تكون ب 200 ارخص سياره عند فورس فاجن راهي ب 200 والمانيه، شكون يروح يخمم في سياره شينواز؟ سي كومبليكي شويه. دونك اوبليجي لو شينوا ايضا يتبع نفس المنطق اللي راه يدير فيه فيات حاليا. فوالا جماعه هذه وجهه نظر وزوايا اللي شفنا منهم الحاله. نتوما طوني رايكم واش اللي خلى الاسعار تلقص في هذا الحين؟ اسكو المنافسه عندها دور ولا لا؟ لا واش رايكم في هامش الربح بالنسبه لهذه التخفيضات اللي داروهم درك؟ نتمنى تكون عجبتكم الفيديو تاعنا تاع اليوم. سي سي لوكا نوبلي با دو فو زابوني باش تزيد الحقكم جديد لي سامبوس بلو صافي توجور بليزير. سيتي تو بور موا سيتي لوتفي دا سي دانيال.